سي محمد كغاط اندلسي مسير شركة اليوما برو كي ديستريبيوتور ديال لا مارك ستروغال. الوغ ستروغال سي تشون مولتي ناسيونال سي ان جروب اسبانيول امبلونتي في المغرب دخلوا المغرب هادي كلكو زاني و اي سو سون امبلونتي في بليزيور فيل في المغرب و حنايا جا واحد الوقت فين نفكروا في شي في منين عرفناه كبرودوي تيحترم بزاف المعايير حتى عرفنا زعما تقنا بلو برودوي وخدمنا به وعرفنا بانه تيحترم المعايير العالميه اون تيرم دو ديكونومي دينيرجي ديزولاسيون وهادشي. قلنا فوالا قنيطره كما دابا ولاو تعرف ولات تبارك الله عندها واحد الصوره في المغرب في المارشي ناسيونال كمدينه اون بلان ديفلوبمون ولات فيها واحد الخبره ديال لا بروموسيون ايموبيليير ديال البناء وديال المهندسين المعماريين هنا في لا ريجيون. قلنا خاص هادشي ما يكملوا الا دي برودوي في هاد لا كاليتي اللي هو الغرض الاخراني هو ان لوك لا كليونتيل فينال يتخلق لها ان كونفور في السكن ديالها ونكونوا ونحاولوا نمشيو في اكبر اقتصاد في التكلفه ديال الانرجي اللي هي دابا موضوع الساعه عالميا. ورا دوك حنا في هاد زعما في هاد لو سونس هذا مشينا وقلنا نكونوا زعما اون انفيستي في هاد فهاد شي حاجه اللي تضيف واحد ان بلوس لا فيل و لاب و غادي ان شاء الله غادي تكونوا معنا اون ايكيب ديال دي كونسي تكنيك اللي غادي يكونوا اكومبانيو حتى هما لي لو كليون في لو شوا ديال لو برودوي ادابتي للسكن ديالو. يمكن هو يعجبو واحد لو برودوي ولكن كثير على غير ما يكونش ادابتي للبوزوان ديالو حنا تنجيو في هذا لو سونس اون في اوسي دو كونساي زعما اوبري دي بور لي بارتيكولي اي بور لي بروفيسيونيل ديال لا بروموسيون ايموبيليير زعما باش يديروا لو بون شوا في الالومنيوم. ايوا ونتمنوا الله نكونوا زعما على اوتور ديال انتظارات السكينه في قنيطره. السلام عليكم، معكم لا ريسبونساب كومونيكاسيون ماركتين ديال شركة سكوغا. مرحبا بكم معنا اليوم في افتتاح ديال شركة اليوما برو، الشركة اللي كتابع لي بوان سكوغا دي عندنا في لاسوسيتي سكوغا. اللي سي سعيد فاهم غيعاود لينا كيفاش لو بوست سكوغا اللي هو بوست اسباني مولتي ناسيونال فتح فروع في المغرب كامل وكيفاش الاستراتيجية التجارية ديالها في المغرب. شكرا الزميلة رجاء. معكم كريم سعيد مسؤول التجاري ديريكتور كوميرسيال دو لا سوسيتي ستروغال. الوغ ستروغال هي شركة مختصة في صناعة الألمنيوم للنوافذ والأبواب. عندها 14 سنة من التواجد في السوق المغربية وحنا مختصين في صناعة الألمنيوم والدهان وتبعا للسياسة اللي كتبعها الشركة الأم في تقريب المنتوج ديالنا للزبون. تنتظروا أننا نحل فروع في جميع المدن المغربية والآن جا الدور على مدينة قنيطرة لافتتاح هذا الفرع.
وغادي نخلي زميله تشرح لنا علاش بالضبط كان هذا الاختيار على مدينه كونيكال. اولا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم هنايا. كنقدم راسي سكينه اشقيف، مهندسه بشركه ستوغال، مسؤوله على عن جهه الرباط قنيطره وكذلك جهه الشمال. دونك حنا اليوم متواجدين في الافتتاح ديال الممثل ديالنا هنا في مدينه قنيطره اليوم برو. حنايا الاختيار ديال مدينه قنيطره وقع نظرا لان مدينه قنيطره كتشهد حاليا واحد التنميه كبيره بزاف، كوساسوا او نيفو ايكونوميك او لا سوسيال، اللي كاينه تنميه اقتصاديه وكاينه تنميه اجتماعيه، وهذا الشيء كيتجلى من خلال البنيه التحتيه اللي بدات ولات دابا متواجده في المدينه كمحطه القطار فائق السرعه، وكذلك البنيه التحتيه ديال المنطقه الصناعيه الجديده هنا في المنطقه. لهذا ارتأت الشركه انها تفتح لنا واحد المعرض ديالها، وذلك لتقريب لمواكبه اولا هذه التنميه، وكذلك لتقريب وتسهيل الولوج ديال الزبناء ديالنا